سعاد حسني أو زوزو أو سندريلا الشاشة، أسماء يعرفها جيدا عشاق أكثر النجمات بريقا وتألقا في تاريخ السينما المصرية، والتي تعلقت بها قلوب عشاق الفن السابع في مصر والعالم العربي. سعاد حسني التي خطفت قلوب وأحاسيس الجماهير منذ أول ظهور لها على الشاشة الفضية عام 1959، ومرورا بحياة فنية وشخصية مميزة وثرية ومثيرة امتدت لأكثر من 40 عاما، شهدت خلالها الشهرة والثراء وست زيجات، وكانت خلالها إحدى ضحايا ما عرف بقضية انحراف المخابرات المصرية في الستينيات. وكما شهدت في سنوات حياتها الفرحة والسعادة، شهدت أيضا آلام المرض والوحدة والغربة، الغربة التي انتهت فيها حياتها كجثة هامدة ملقاة أسفل برج ستيور في لندن، تاركة وراءها تساؤلات حائرة وشكوكا قاتلة حول ماهية انتحارها أو مقتلها على يد جهات أزعجها، فيما يبدو بدؤها في كتابة سيرة حياتها التي تقاطعت فيها خطوط السياسة مع الفن. ماتت السندريلا أو قتلت، وكما تركت لعشاقها الإثارة والغموض والشوق في حياتها، تركتهم أيضا في ذهول وحيرة بعد موتها. كانت سعاد حسني ممثلة مصرية من طراز رفيع متعددة المواهب، أثرت السينما العربية بأعمال تجمع بين فنون التمثيل والغناء والاستعراض، أعمال أهلتها لتتبوأ الصدارة بين أشهر فنانات مصر والوطن العربي، ولتكتسب لقب سندريلا الشاشة العربية في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، كما احتلت المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة عربية في القرن العشرين، واختار النقاد 8 من أعمالها في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسي بالمشاركة مع القديرة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية. نشأت سعاد حسني في القاهرة، واكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير. بعدها اختارها المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمه حسن ونعيمة عام 1959، ثم توالت الأدوار الهامة التي فجرت موهبتها في الكثير من الأفلام في عقدي الستينيات والسبعينيات، التي تألقت فيها في صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، القاهرة 30، خلي بالك من زوزو وغيرها، حتى وصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلماً. حصلت سعاد حسني على العديد من الجوائز السينمائية، وتم تكريمها من قبل الرئيس أنور السادات عام 1979 في احتفالات عيد الفن. وفي عام 1987 بدأت تعاني من مشاكل صحية في العمود الفقري أجبرتها على الابتعاد عن الأضواء والتمثيل، وكان آخر أعمالها هو الراعي والنساء عام 1991، وتوفيت في 21 من يونيو من عام 2001 عقب سقوطها من شرفة منزلها بلندن بين احتمالات انتحارها وشكوك في مقتلها، وشكلت قضية موتها غموضا كبيرا لم يحل حتى الآن. ولدت سعاد في حي بولاق في القاهرة لأب ينتمي لعائلة شامية دمشقية وأم مصرية، والدها هو محمد كمال حسني البابا الخطاط العربي الشهير الذي انتقل إلى القاهرة عام 1912، عين خطاطا في المعهد الملكي للخط العربي، وذلك رفقة جدها حسني البابا الذي كان مغنيا معروفا في دمشق. كان لها 16 أخا وأختا، وكان ترتيبها العاشر بين إخوتها، فلها شقيقتان فقط كوثر وصباح، وثمانية إخوة لأبيها منهم 4 ذكور و4 إناث، وستة إخوة لأمها منهم 3 ذكور و3 من البنات، ومن أشهر أخواتها من الأب المغنية نجاة الصغيرة. انفصل والدها عندما كانت في 5 من عمرها، واقترنت الأم بالزوج الثاني عبد المنعم حافظ مفتش التربية والتعليم في القاهرة، وفي حضانتها بناتها 3 كوثر وسعاد وصباح، ولم تدخل سعاد مدارس نظامية واقتصر تعليمها على البيت،
وكان أول لقاء بينها وبين عمها أنور البابا الفنان السوري عام 1963 في منزل الفنان اللبناني محمد شامل. كان الشاعر عبد الرحمن الخميسي صاحب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية، حيث أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير في دور أوفيليا، ثم ضمها المخرج هنري بركات لطاقم فيلمه حسن ونعيمة في دور نعيمة، وأنتج الفيلم عام 1959. انطلقت سعاد حسني بعد ذلك لتقديم الكثير من الأفلام وثماني مسلسلات إذاعية، وتعتبر أفلام حسن ونعيمة وصغيرة على الحب وغروب وشروق والزوجة الثانية وأين عقلي وشفيقة ومتولي والكرنك وأميرة حبي أنا من أشهر أفلامها، بالإضافة إلى فيلمها خلي بالك من زوزو والذي يعتبره الكثيرون أشهر أفلامها على الإطلاق، لدرجة أن الكثيرين أصبحوا يعرفونها باسمها في الفيلم زوزو. كما شاركت مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم القادسية الذي حكى قصة معركة القادسية بالتفصيل. بدأت التمثيل في عام 1959 ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلما منهم 4 أفلام خارج مصر، ومعظم أفلامها صورتها في الفترة من عام 1959 إلى عام 1970، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني واحد وهو هو وهي وثماني مسلسلات إذاعية. كان أول أدوارها السينمائية في فيلم حسن ونعيمة عام 1959، وآخرها هو فيلم الراعي والنساء عام 1991 مع الفنان أحمد زكي والممثلة يسرى. وكانت آخر أعمالها عمل إذاعي شعري صوتي باسم عجبي من رباعيات صلاح جاهين، سجلته لصالح إذاعة بي بي سي العربية في لندن، بالإضافة إلى تقديمها قصيدة المكنجي لصلاح جاهين كذلك إبان انتفاضة الأقصى دعما للشعب الفلسطيني. وقف الشريط في وضع ثابت، دلوقتي نقدر نفحص المنظر، مفيش ولا تفصيلة غابت، وكل شيء بيقوله بيعبر من غير كلام ولا صوت. أول ما ضغط الموت على زر في الملكوت بخفة وبجبروت في يوم أغبر، وقف الشريط في وضع ثابت، دلوقتي نقدر نفحص الصورة، انظر تلاقي الراية منشورة متمزعة لكن مازالت فوق بتصارع الريح اللي مسعورة، انظر تلاقي البلاد أجيال وراء أجيال رفعاها باستبسال، ونزيف دمى سيال نزيف دمى سيال على الجبل، وفي عنفوان النضال وقف الشريط في وضع ثابت. خلي المكان دي يرجع المشهد، عايز اشوف نفسي زمان وانا شاب داخل في رهط الثورة وانا غضبان ومش عاجبني جن او انسان، قال المكانجي رجوع مفيش، عيش طول ما فيك انفاس تعيش، بص شوف ركن الشباب فيه 1,000,000,000 شاب ومش عاجبهم لا وصي ولا اب، انظر اليهم وانت تتذكر ليه ضربة صابت وضربة خابت وضربة وقفت بالشريط في وضع ثابت، انظر وشوف على المهل بالراحة الشمس وسط القبة قداحة والقدس واقعة والحرم من داس، صوت الجرس والأذان على قلبها حراس، وادي بطلها هل في الساحة قلب الحجر في الإيد بيغري حماس، قال المكانجي بنوم وانا مكلوم، قال المكانجي وشريط شغال ملكش تسأل سؤال، انظر وشوف الحق لما نهان، انظر وشوف الآن بكرة بقى امبارح في حضن زمان، وبعد بكرة فوق همومك فات، مفيش شريط مأجور ولا خوان ولا شريط له ثبات.